بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى فرض أو نموذج لفرض يخص الفصل الثاني للسنة الثالثة من التعليم المتوسط، وهذا الفرض كذلك يتكون من وضعيتين مباشرتين ووضعية إدماجية. إذن فبدون إطالة، وهو مقترح للذكر من أحد الزملاء فهو مشكور على اختياره لهذا الموضوع، إذن قلت بدون إطالة سنمر إلى الوضعية الأولى. هذه هي الوضعية الأولى، تتعلق بالطاقة والحاصلة الطاقوية وتحويل الطاقة إلى آخره، وكذلك الوضعية الثانية تتعلق بالاستطاعة وما شابه، والوضعية الإدماجية تشمل تحويلات الطاقة والاستطاعة وغيرها. إذن فبدون إطالة سنمر إلى الوضعية الأولى، نعالج الوضعية الأولى التي هذا نصها. إذن يقول: إليك الجملة التالية كما هو مبين في الشكل المقابل. إذن لدينا في الشكل يظهر تمثيل للشمس، صورة للشمس، بطارية أعمدة كهروضوئية، يعني تعتمد على الخلايا الكهروضوئية، ومحرك وعجل، يعني سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية، لعبة. أولا يقول: شكل السلسلة الوظيفية لهذه الجملة. ثانيا: أنجز السلسلة الطاقوية الموافقة للجملة مبينا الضياع في الطاقة. ثالثا: مثل الحاصلة الطاقوية لهذه الجملة. هنا ننبه، في تمثيل الحاصلة الطاقوية ينبغي أن تكون داخل مجال زمني، أي بين لحظتين زمنيتين. إذن بدون إطالة بعون الله سنعالج هذه الوضعية. إذن فالسلسلة الوظيفية لهذه الجملة أو لهذه التركيبة هي كالآتي: لدينا الشمس، ومن الشمس إلى البطارية الكهروضوئية. هنا نستطيع أن نستعمل فقاعتين، يعني جملتين، نجعل البطارية في فقاعة والخلية الكهروضوئية في فقاعة، كما يمكن أن ندمجهما مع بعض، يعني ليس هناك إشكال. فمن البطارية إلى المحرك، ومن المحرك إلى السيارة أو إلى عجلات السيارة. إذن هذا بالنسبة لمكونات الجملة. لنرى الآن ما هي أفعال الحالة وأفعال الأداء. إذن فالشمس تتوهج، إذا كان هناك من يعترض على تتوهج فلنذهب إلى الأصل، وهو أن الشمس سراجا وهاجا، إذن فهي تتوهج، أو لنقل تلتهب أو تشتعل أو تحترق، فتصب في نفس المعنى. حينما تتوهج فإنها تنير، ويمكن أن نضيف وتسخن الخلية الكهروضوئية. هنا سنركز على فعل الإنارة، تنير. والبطارية في المرحلة الأولى من المفروض تتعبأ، في المرحلة الأولى تتعبأ، أي تمتلئ بالطاقة الكهربائية. أثناء تشغيل السيارة، يعني البطارية ستمر إلى مرحلة التفريغ، و
حينما تفرغ فإنها تغذي المحرك، والمحرك حينما يتغذى فإنه يدور، وحينما يدور فإنه يدفع أو يسحب السيارة. يعني حينما نتكلم عن العجلات فنحن نتكلم عن حركة السيارة. إذن فتتحرك السيارة. إذن هذا بالنسبة لمخطط السلسلة الوظيفية. أنجز السلسلة الطاقوية الموافقة مبينا الضياع. إذن هنا السلسلة الطاقوية لهذه الجملة تحتفظ بنفس الجمل، فقط نستبدل أفعال الحالة وأفعال الأداء بأنماط التحويل وأنماط التخزين. إذن فالشمس تخزن طاقة داخلية، بهذه الطاقة الداخلية تنير، يعني تشع، ترسل أشعة ضوئية تستقبلها البطارية. إذن هنا تحويل إشعاعي، البطارية في مرحلة التعبئة طاقة داخلية، وفي مرحلة التفريغ كذلك طاقة داخلية، يعني نفس الرمز EE. حينما توصل بالمحرك ويشغل فإنه يحدث تحويل كهربائي، فهذه الطاقة المخزنة في البطارية يتم نقلها إلى المحرك في شكل كهرباء. إذن تحويل كهربائي، يدور المحرك، إذن يخزن طاقة حركية، يحرك السيارة تحويل ميكانيكي، فالسيارة تخزن طاقة حركية تتحرك. إذن قال مع تبيان الضياع في الطاقة، نعم هنا نحو المحيط، يعني البطارية تستقبل جزءا بسيطا جدا من الأشعة الضوئية. القسط الأكبر من الأشعة الضوئية سيتوجه نحو المحيط الخارجي. إذن فسيكون الضياع من الشمس إلى المحيط الخارجي في شكل طاقة حرارية وفي شكل تحويل حراري وتحويل إشعاعي. ومن البطارية كذلك يوجد ضياع نحو المحيط، تحويل حراري، وكذلك المحرك يسخن ويتأثر بالمحيط أو يؤثر في المحيط، فهناك تحويل حراري، وكذلك السيارة يكون هناك تحويل حراري. إذن هذا بالنسبة للضياع أو الطاقة الضائعة نحو الوسط الخارجي. مثل الحصيلة الطاقوية لهذه الجملة. إذن أثناء التمثيل مررنا بمرحلتين، أو ارتأينا أن نقسم التمثيل إلى مرحلتين. ألف مرحلة شحن البطارية بين اللحظتين تي صفر و تي واحد، أي منذ تعريض الخلية الكهروضوئية أو البطارية إلى أشعة الشمس حتى تمتلئ أو تتعبأ. إذن هنا بالنسبة لي قلنا بالنسبة للشمس فمثلناها بفقاعة فارغة لأنه لا يحدث نقصان على مستوى الطاقة الشمسية، والخلية الكهروضوئية كذلك لا يحدث تغير على مستواها، فهي تقوم بالتحويل فقط. إذن على مستوى البطارية هنا فصلت، يعني لاحظ أننا فصلنا الخلية الكهروضوئية عن البطارية حتى يسهل علينا التمثيل. إذن من الشمس إلى الخلية الكهروضوئية مثل ما ذكرنا هو تحويل إشعاعي. الخلية الكهروضوئية لا ترتفع أو لا يتغير مستوى الطاقة فيها، فهي مجرد همزة وصل، يعني تقوم بتحويل الطاقة إلى البطارية. إذن ويكون التحويل من الخلية الكهروضوئية إلى البطارية تحويل كهربائي. إذن على مستوى البطارية يحدث تغير في مستوى الطاقة، فعند اللحظة تي صفر كان مستوى الطاقة منخفض، يعني كانت فارغة، والطاقة التي نقصدها هنا هي طاقة داخلية رمزنا لها EE صفر. إلى اللحظة تي واحد تمتلئ أو تتعبأ البطارية بالطاقة الداخلية التي ستترجم فيما بعد إلى طاقة كهرباء. إذن هذه مرحلة شحن البطارية. ثم نمر إلى المرحلة الثانية، هي مرحلة التفريغ أو مرحلة تشغيل السيارة.
وقلنا انطلقنا من اللحظة تي واحد إلى تي اثنين. إذن سنرى المخطط خلال المرحلة الثانية. إذن مرحلة تفريغ البطارية بين تي واحد وتي اثنين. إذن هنا مثلنا الجمل التي سيحدث تغير على مستوى طاقتها. إذن الجملة الأولى تتمثل في الجملة الأولى من اليسار إلى اليمين. الجملة الأولى هي البطارية. إذن فالبطارية كما تلاحظ يحدث انخفاض لمستوى الطاقة الداخلية بها من تي واحد إلى تي اثنين، تنخفض الطاقة من EE واحد إلى EE اثنين. يتم أثناء هذا الانخفاض في الطاقة يتم هناك تحويل كهربائي نحو المحرك. إذن الفقاعة الثانية تعبر عن المحرك. إذن المحرك ماذا يحدث له؟ يحدث تزايد في طاقته الحركية من تي واحد إلى تي اثنين. نعم، من تي واحد إلى تي اثنين تتزايد الطاقة الحركية من أو سي واحد إلى أو سي اثنين. يعني كانت السيارة ساكنة ستنطلق في الحركة وتستمر في التزايد في الحركة خلال مجال زمني محدد من تي واحد إلى تي اثنين. كذلك المحرك سيقوم بتحويل طاقته الحركية إلى السيارة اللي هي الفقاعة الثالثة، أو إلى العجلات التي هي جزء من السيارة. إذن فكذلك هنا العجلات أو السيارة بصفة عامة ستتغير طاقتها الحركية من تي من أو سي واحد إلى أو سي اثنين، أي من السكون إلى الحركة، وتتزايد سرعتها. إذن فتتزايد الطاقة الحركية، ونحن عبرنا عنها في بعمود يدل على التزايد في الحركة من تي واحد إلى تي اثنين. هذا بالنسبة لتمثيل الحصيلة الطاقوية. نمر إلى الوضعية الثانية. الوضعية الثانية يقول كتب على مصباح كهربائي الدلالتين 220 فولت و 100 واط. ماذا تعني 100 دبليو في؟ ثم ثانيا أوجد مقدار الطاقة المحولة من طرف المصباح إذا اشتغل بمعدل 5 ساعات في اليوم بالكيلووات ساعي. اثنين أوجد إذا مقدار ثالثا أوجد مقدار الطاقة المحولة خلال 3 أشهر بالكيلووات ساعي. ورابعا ما هي تكلفة الطاقة المحولة خلال 3 أشهر إذا كان ثمن 1 كيلووات ساعي هو 1.5 دينار جزائري. إذا فالدلالة 100 واط المكتوبة على المصباح هي استطاعته، بعبارة أخرى هي سرعة تحويله للطاقة الكهربائية. أوجد مقدار الطاقة المحولة. إذن فالطاقة التي يحولها المصباح خلال 5 ساعات، لدينا نتذكر قانون حساب الطاقة انطلاقا من قانون الاستطاعة. نحن قلنا بأن الاستطاعة تساوي الطاقة على الزمن، ومنه الطاقة E تساوي P في T. نمر إلى التطبيق العددي من خلال هذه العلاقة. الطاقة تساوي استطاعة المصباح 100 واط في عدد ساعات تشغيل 5 ساعات. الناتج سيكون 500 واط. 100 في 5 تساوي 500 واط. ثم قال هو بالكيلووات ساعي. إذا حولنا إلى الكيلووات ساعي، أي نقسم من الواط إلى الواط، من الواط ساعي إلى الكيلووات نقسم على 1000. 500 تقسيم 1000 ويساوي 0.5 كيلووات ساعي. قال أوجد الطاقة المحولة خلال 3 أشهر. إذا الطاقة التي يحولها المصباح خلال 3 أشهر لدينا طريقتين. الطريقة المختصرة هذه القيمة التي وجدناها نضربها في 90 يوم، يعني 0.5 كيلووات ساعي نضربها في 3 أشهر أي 90 يوم نجد الناتج. لكن ارتأيت أن أمر بالمراحل مرحلة مرحلة مثل السابقة. يعني لدينا E يساوي P ضرب T، ثم E يساوي 100 واط في 5 ساعات لليوم مضروبة في 90 يوم. الناتج نفس الناتج وهو E يساوي 45 كيلو واط ساعي. أي إذا ضربنا مباشرة 0.5 كيلو واط ساعي في 90 يوم نجد الناتج يساوي 45 كيلو واط ساعي. ثم بعد ذلك ما هي الكلفة؟ إذا كلفة الطاقة المحولة نطبق العلاقة. لدينا القانون حساب الكلفة هو S يساوي E ضرب PE. يتساءل الكثير يقول لك ما هي PE؟ PE هي سعر الوحدة. S هي المبلغ لاصون.
يساوي المبلغ المستحق الدفع يساوي الطاقة المحولة خلال الثلاثي مضروبا في سعر الوحدة، يعني وحدة الكيلووات ساعي كم سعره. نمر إلى التطبيق العددي، لدينا 45 كيلووات ساعي مضروبة في 1.5 دينار، يكون الناتج S يساوي 67.5 دينار. 67.5، لم نكتب الخمسة. إذا 67.5 دينار هذا هو هذه هي كلفة الطاقة التي يحولها المصباح بهذا المعدل خلال 3 أشهر. نمر إلى الوضعية الموالية، الوضعية الإدماجية. يقول يحتوي منزل يوسف على التجهيزات الكهربائية ذات الدلالات التالية: لدينا مصباح توهج مكتوب عليه 75 واط 220 فولت، فرن كهربائي 3.5 كيلو واط 220 فولت، غسالة الملابس 2300 واط 220 فولت، وخلاط كهربائي 210 واط. علما أنه كتب على فاتورة الكهرباء بالرمز PMD يساوي 6 كيلووات واحد، ماذا يمثل الرمز PMD؟ إذن فالرمز PMD مثل ما ذكرنا يدل على الاستطاعة المتوسطة المتاحة لهذا الزبون بهذه الشبكة. هل يمكن تشغيل هذه الأجهزة كلها معا ولماذا؟ إذن هنا صممنا هذا الجدول لنسجل فيه البيانات لكي نعرف إن يمكن أن نشغل هذه الأجهزة جميعا في آن واحد أم لا مع التعليم. إذن فالمصباح مكتوب عليه 75 واط، الفرن الكهربائي قلنا 3500 واط أي 3.5 كيلو واط، وغسالة الملابس 2300 واط، الخلاط الكهربائي 210 واط. الآن حسبنا المجموع الاستطاعة الإجمالية، إذن الاستطاعة الإجمالية لهذه الأجهزة كما تلاحظ هي 6.85 كيلو واط، يعني إما نحول المقادير كلها إلى الواط أو نحول المقادير كلها إلى الكيلو واط. المهم وجدنا جمعنا هذه المقادير بعد توحيد الرتبة أو توحيد الوحدة، نعم وجدنا المجموع هو 6.85 كيلو واط. إذن ماذا تلاحظ؟ نلاحظ بأن المجموع هو أكبر من الاستطاعة المتوسطة المتوفرة. إذن فنقول لا يمكن تشغيل كل هذه الأجهزة مع بعض في آن واحد. لماذا؟ لأن الاستطاعة الإجمالية لهذه الأجهزة، أو بعبارة أخرى الاستطاعة التي تتطلبها هذه الأجهزة، هي 6.85 كيلووات، وبالتالي فهي أكبر من الاستطاعة المتوسطة المتوفرة أو المتاحة بالشبكة، وبالتالي لا يمكن تشغيل هذه الأجهزة جميعا في آن واحد. فإذا شغلناها فإنه يحدث انقطاع للتيار الكهربائي. ما هو الجهاز الذي يحول طاقة أكبر وما قيمتها بالجول خلال زمن قدره ساعة؟ إذن لا شك أن الجهاز الذي يحول طاقة أكبر هو الذي استطاعته أكبر كما تلاحظ، ومن الجدول أو من المعطيات فإن الجهاز الذي استطاعته أكبر هو الفرن الكهربائي الذي دلالته 3.5 كيلووات. إذن فما هي الطاقة التي يحولها خلال ساعة؟ قيمة الطاقة التي يحولها الفرن الكهربائي بالجول قال خلال ساعة واحدة، نطبق يعني لدينا العلاقة E يساوي P في T. هنا ننتبه نحول قيمة الاستطاعة لهذا الجهاز من الكيلووات إلى الواط، يعني ضربنا في 1000، ثم نحول الزمن من الساعة إلى الثواني، لدينا 1 ساعة تساوي 3600 ثانية، ثم نطبق العلاقة مباشرة 3500 ضرب 3600 وجدنا 12,600,000 جول. إذن هذا بالنسبة للمطلب الثالث. المطلب الرابع قال ما هي الأجهزة الأجهزة السابقة يعني المذكورة تحول الطاقة الكهربائية إلى أنماط أخرى، يعني من طاقة كهربائية إلى أنماط أخرى من الطاقة. فما هي أنماط الطاقة التي يحولها المصباح والغسالة؟ هنا لم أكتب يعني لضيق الوقت ولضيق المكان، فأعلق عليها شفويا. فالمصباح يحول الطاقة الكهربائية إلى نمطين من الطاقة، وهما الطاقة الحرارية والطاقة الضوئية،
يعني حرارية وإشعاعية، تحويل حراري وتحويل إشعاعي. الغسالة تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية، طاقة الكهربائية إلى طاقة حركية، إذن لديها محرك، فيقوم أو تقوم الطاقة الكهربائية بتدوير المحرك، إذن فهو في الغسالة تقوم بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية. إذا تكلمنا كذلك على التجفيف، يعني غسالة تقوم تعمل على تجفيف الملابس، فيوجد بها كذلك تحويل حراري، يعني يوجد فيها سخان بالإضافة إلى المحرك يقوم بتجفيف الملابس، وبالتالي يكون تحويل كذلك من كهرباء إلى تحويل حراري وتحويل وطاقة حركية. إذن هذا بالنسبة لما ورد في هذا الموضوع. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم من هذه المادة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.